محمد بن يوسف الله وليه. رعايانا الأوفياء المخلصين سكان إقليم جرادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. ورعايانا لنولي إقليمكم من كثير عناية وشد اهتمام، ولما أحضناه به دائما من متوالي الرعاية. طيبين وصحبيين أجمعين، السيد وليد الجهة، السيد رئيس مجلس الجهة، السيد رئيس المجلس العلمي الإقليمي، السيدات والسادة رؤساء الإدارات الترابية، السيدة والسادة أتشرف اليوم بالحضور معكم للإشراف على تنصيب السيد عامر شكيب بن القيد عاملاً على إقليم جرادة. يسعدني في البداية أن أبلغكم جميعاً ومن خلالكم لكافة ساكنة إقليم جرادة عطف ورضا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرعاية المولوية الموصولة التي مادت جلالته ويوليها لرعاية الأوفياء بهذا الإقليم وفي كافة الربع الوطني. كما يطيب لي بهذه المناسبة أن أهنئ السيد شكيب بن القيد العامل على إقليم جرادة على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من نهم حميدة وحس عالي من المسؤولية واستقامة وكفاءة وجدية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. حضرات السيدات والسادة، تعيش بلادنا على وقع تحدي كبير يتمثل في إشكالية الماء، ونحن مدعوون جميعا كمسؤولين إلى أن نضع نصف أعيننا هذه الإشكالية التي تحتاج اليوم إلى مزيد من الجهد واليقظة وإلى الحكامة في تدبير وابتكار حلول ناجحة. ولا يخفى عليكم حضرات السيدات والسادة أن بلادنا مرت بست سنوات متتالية من الجفاف، بما أثر بشكل عميق على خياطات بلادنا من هذه الثروة الهامة ولمواجهة هذه الوضعية، ولا سيما في العالم القروي. أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله توجيهاته السامية أكدت سياسة القرب من المواطنين منهجا قويما في التدبير مع المسؤولية للإقليم في سبيل الرفع من مؤشرات التنمية بالمنطقة. كما أهنئه على الثقة الكريمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أخذ